كإرث عن عائلتها. امتهنت زينب محمد بيع الخضروات والفاكهة منذ سنوات، تقف في السوق لتحضر لزبائنها طلباتهم المختلفة، والتي تقول أن هذه الفترة تشهد انخفاضاً في الأسعار وتراها فرصة لزيادة الإقبال على الشراء. دوت مكان بقاله 30 سنة من أيام ستي، أسعار لو قارناه من الأيام اللي فاتت لأيام دلوقتي طبعاً يعني رخصت كتير جداً. انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة السلع هذا العام نتيجة المشروعات القومية التي ضاعفت حجم الإنتاج، فانخفضت الأسعار من السلع المختلفة تزامناً مع حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم فقط في الفترة الحالية، مما خلق وفرة كبيرة في المعروض. كل حاجة متوفرة سواء خضار فاكهة، سوق متوسط فيه كل السلع متوفرة. احنا ما حسيناش بقى مع أزمة الكورونا دي بأي سلع أبدا مش موجود، والله العظيم ثلاثة ده الحقيقة، ولذلك الواحد ما بيخزنش لأن حتى السلع في متناول الجميع. كل حاجة موجودة الحمد لله رب العالمين، ومقارنة الأسعار الأيام دي كويسة شوية الحمد لله. كل حاجة الحمد لله موجودة وبوفرة. والله اللحوم متوفرة إلى حد ما، موجودة في السوق بكميات. الحكومة بجد عاملة بدور كبير في موضوع يعني الحاجات السلع المتوفرة، وبتعمل طبعا مبادرات كثيرة عشان الناس برضو اللي هي مش قادرة تقدر تلاقي الحاجة اللي هي في متناول إيدها. يعني حالة الانتعاش والإقبال التي تعيشها الأسواق المختلفة والتي جاءت بعد انخفاض أسعارها بدأت تدريجيا مع توفير السلع، حيث انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%. بالرغم من أن جائحة كورونا قد أثرت بالسلبي على العديد من القطاعات في العالم، إلا أن هنا في مصر لن تؤثر ولا تقترب من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، فأصبح ليس بحاجة إلى التكالب أو التخزين بكميات كبيرة. إبراهيم عزت، إكسترا نيوز.